إذا هلا رح نحكي آخر شيء بدي أراجع بس الماجنتيك سيركت بشكل رئيسي. آخر معادلة هلا إحنا المعادلة أحد إحدى المعادلات اللي بدينا فيهم بدينا بفاي تساوي تفضل بس ما تمرش هلا هون عندي الماجنتيك الام ام اف رح يرمز لها بالرمز هذا الاف العجيب او اللي كنا نسميها ام ام اف اللي هي ماجنتيك موتيف فورس اللي هي في الدائره الكهربائيه شو تقابل؟ الفي تمام وبعدين قسمناها هون على الريلكتنس ورسمناها كمان بشكل عجيب هون سميناها الريلكتنس هذا حاطين فاي هذا هو القانون بدنا فيه اللي هو هذا انا بعتبره اومز لو لمين؟ الماجنتيك سيركت هذا اللي يقابل اومز لو للماجنتيك سيركت. هلا كمان احنا عندنا بعدين دخلنا احنا بدال فاي حكينا عن بي اذا متذكرين اللي هي الماجنتيك فلكس دنسيتي فلما نقسم فاي على الاريا بتعطيني بي وهي طريقه اني اتخلص من الدايمنشنز اللي موجوده في الماده هاي مظبوط حتى اتخلص من الدايمنشنز اللي موجوده في الماده عمالي بقسم فاي على ايه فبتعطيني بي وبعدين كمان حكينا انه اذا عندي الماجنتوموتيف فورس كمان الماجنتوموتيف فورس بيشتغل عماله على مسافه تبعت الكور اللينث تبعت الكور كمان حتى اتخلص منه بامكاني اقسم هذا على اللينث تبع الكور عشان يعطيني اتش واتش هو الماجنتيك فيلد سترينث اذا هذا الماجنتيك فيلد سترينث واللي وحدته امبير امبير تيرمز بير متر او امبيرز بير متر التيرمز مش اس اي يونت وعندي هون الفلكس تسلا او من 40 سنه بالستينات قرروا انه بدل ما تكون وحده الماجنتيك فلكس دنسيتي بدل ما تكون ايش؟ ايش كان ممكن تكون؟ ماجنتيك فلكس دنسيتي وحدتها ويبرز بالسكوير متر فهي ويبرز بالسكوير متر لكن قرروا يعطوها للتسلا يحط تسلا وصارت التسلا هي وحده الماجنتيك فلكس دنسيتي فلما قسمنا هذا الفلكس على الاريا اللي بمر فيها كانه عمال نقول قديش تركيز الفلكس في المساحه فقسمنا الفلكس اللي وحدته ويبر على متر سكوير اعطاني الماجنتيك فلكس دنسيتي التركيز وهون نفس الشيء عملنا قسمنا الماجنتوموتيف فورس على اللينكس تبع الكور فاعطاني الماجنتيك فيلد سترينث وهلا صرنا نقدر نحكي عن بي واتش متذكرين المره الماضيه لما حكينا عن بي واتش للماده خلص بصير احكي عن بي واتش للماده صارت الماده بشكل عام بغض النظر عن حجمها كل ماده بقدر اقارنها بماده ثانيه اني احكي عن بي واتش وصار عندي بي اتش كيرف مش هيك وحكينا بتتذكروا عن الريتنتيفيتي او الريمننس او الريزيجوال ماجنتيزم على الكيرف والكويرسيفيتي الكويرسيفيتي قديش بدي احط ماجنتيك فيلد سترينث حتى الغي الماجنتيزم الاصليه اللي كانت موجوده في الماده نتذكر حالنا بهاي العلاقه اذا رسمنا هون اذا حطينا اتش على هذا الاكسس من هون حطينا بي على هذا الاكسس احنا كنا بالاول نحط الماجنتوموتيف فورس ام ام اف على هذا الاكسس وكنا نحط فاي الماجنتيك فلكس على هذا الاكسس لكن انا ممكن احول بدال ام ام اف احط اتش وبدال فاي احط بي صارت عندي الماده ما بتعتمد على الدايمنشنز تبعتها ما بتعتمد على طولها ما بتعتمد على العرض هو الكروس سكشن الاريا تبعتها وبتذكر هون صار عندي الكيرف النهائي اللي طلع هيك اللي هو متماثل حوالين الاوريجن اللي هو هذا وهذا له هون اتجاه شو اللي بحدد اني اتوقف هون ايش اللي بيمنعني اني اطلع اكثر من هاي الساتوريشن تمام احسن ولما بنزل من هون هاي نقطة لأن شلت الماجنتيك فيلد ستريكت صار عندي ريزيجوال أو ريتنتيفيتي أو ريمنس هي المغناطة اللي ظلت في المادة بعد ما شلت عنها الماجنتيك فيلد ستريكت أنا شلت الـ NI لقيت الكرنت برغم ذلك ما نزلت المادة ظل فيها مغناطيسية هاي نقطة مهمة اللي هي وحدتها راح تكون طبعا في التسلا فالمادة ظل فيها شوية مغناطيسية ظل الدومينز مرتبين حتى ألغي هذا الريزيجوال ماجنتيزم إيش بعمل بالفيلد؟ بعكسه الكميه اللي بحتاج اعكسها حتى ارد انزله مره ثانيه هاي سميناها الكويرسيفيتي اذا هون عندي كويرسيفيتي هون ريتنتيفيتي او ريمننس اللي موجوده هناك وهذه هذا الشكل المفروض يكون متماثل للمادتين هذه ماده مهمه جدا هذا هو البي اتش كيرف راح تروح واحده من المحاضرات اللي نازله على الموقع اسمها بي اتش كيرف البي اتش كيرف اللي هي بتشرح الفكره انه احنا ما ضلينا على فاي ولا ضلينا على ماجنتوموتيف فورس حاول ان اتخلص من الدايمنشنز تبعت الماده باني اتخلص من اني اتخلص من الحجم والطول والعرض والارتفاع تبع الماده وصارت هذه عامه ممكن اقارنها بين ماده وماده ثانيه اقول مثلا هاي الماده الكويرسيفيتي لها هدف في
حين هاي مادة كويسيفتي لها، هاي مادة ريتنتيفتي لها أعلى أو أقل، هاي مادة ساتوريشن تبعها أعلى أو أقل، بس عملها ساتوريشن على هي قيمتها كذا تسلا. وشفتوا كمان جبنا الميتر، شفتوا الميتر اللي جبناه، الجهاز اللي بقيس الجاوس أو الفلوكس الماجنتيك فلوكس دنسيتي، بس كان يعطيكم القيمة بالجاوس لأنه التسلا قيمة عالية جدا، كل 10,000 جاوس بتساوي 1 تسلا. هلا هاي نفس في علاقة كمان مرتبطة بالعلاقة هذه اللي موجودة هون، وبإمكاننا إحنا بإمكاننا نطلع هذه العلاقة. خلينا نأخذ هذه العلاقة اللي موجودة هون ونشتغل عليها. فاي هذا الفاي إيش بقدر أحط؟ بي في إيه، مش هيك؟ إذا العلاقة الأصلية كانت الماجنتوموتيف فورس على الريلكتنس، فاي بدال هذه كان أحط بي إيه، إيه هي كروس سكشن الأريا، وبي اللي هي الماجنتيك فلوكس دنسيتي. الاف الاف اللي هي ان اي، مش هيك؟ ان اي اللي هي عدد اللفات في الكرنت اللي بمر عندي، وبعدين عندي هون ار اللي هي كانت اللينكث تبع الكور على عندي هون النيو، وبعدين عندي هون فصار عندي. هلا اذا بطلع على هاي هلا عندي بتذكر ايش ايش قسمنا ايش؟ قسمنا ام 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 اف على ال سي. اذا بنطلع هون بنطلع على هاي القطعه اللي موجوده هون، الام ام اف شو بيساوي؟ الماجنتوموتيف فورس قلنا ان في اي، مش هيك؟ ان في اي الماجنتوموتيف فورس هي عدد اللفات اللي لفيتهم في التيار اللي بمر فيه. اذا هاي ان على ال سي شو اعطتني؟ اتش. اذا انا في كان محل اتش ايش احط؟ محل هاي كلها احط هون اتش، وعندي هون دي، بعدين ايش ضل عندي؟ ميو. وين بتروح ميو؟ طلع مضبوط على الرياضيات هلا بتقول ايه؟ اوكي. هذا شكل ثاني لنفس المعادله الموجوده هناك، بس اطلعوا على هاي هاي هون صارت بطلت تعتمد على الطول والعرض والارتفاع، مش هيك؟ شو بدو لي هاي المعادله؟ بي بتساوي ميو في اتش للماده. بي ايش هي؟ ماجنتيك فلوكس دنسيتي، يعني هي كميه التمغمط اللي بدها تصير في الماده، قديش هدول المدارات عمالهم بيظبطوا حالهم. هاي بتعتمد على عاملين، كل ما زاد كل واحد منهم بزيد المغناطيس، مش هيك؟ شو هم العاملين هدول؟ ميو. اذا هل المنطق طبعا منطق، مش هيك؟ انه اذا زادت ميو مش بتزيد امكان سهوليه المغناطيس، اذا ميو بتمثل قديش الماده سهوله مغناطيس هاي الماده قديش. ولذلك قلنا الحديد 4000، مش هيك؟ المثال السابق او 2500 مضبوط الحديد، يعني الماده كل ما ارتفعت الميو عندها بصير اسهل انه هذول الدومينز يمغنطوا حالهم يوجهوا حالهم باتجاه الفيلد. وعايش بتعتمد كمان على الماجنتيك فيلد سترينج، منطق مش هيك؟ يعني كاني بقول عمالي هاي الماده رح تصير الماجنتيك فلوكس دنسيتي فيها اكثر، كل ما كانت الميو لها اعلى وكل ما حطيت عليها ماجنتيك فيلد اعلى كمان. ماشي واضحة هاي المعادلة؟ إذا هاي معادلة مهمة، بي بتساوي ميو اتش، وهون احنا بنرجع للمعادلة الأصلية إذا بدنا نستعملها اللي بنستعملها في الماجنتيك سيركت، إذا بدي أحل ماجنتيك سيركت، اف الماجنتوموتيف فورس ايش بتساوي؟ ان في اي، الريلكتنس للمادة شو بتساوي؟ بزيد مع ال وبنقص مع اي، مش هيك؟ وبنقص مع ميو، إذا ار شو بتساوي؟ ال على ميو في اي، مش هيك؟ وفاي اللي هي الماجنتيك فلوكس الماجنتيك فلوكس الكلي اللي ماشي في هاي الماجنتيك سيركت. حط القانونين هذول حتى نتذكرهم. اذا فاي تساوي الماجنتوموتيف فورس على الريلكتنس، او تساوي الماجنتوموتيف فورس بتساوي ان في اي، والريلكتنس بتساوي ال على ميو. ماشي واضح هذا كل الشرح لحد هون لحد الان؟ اخر شيء بنحكي بس عن الشكل هذا اللي حطيناه هون، هذا اللي هو اتش اف ال سي، هو اصلا اسمه امبيرز لو. انا بس رح اذكره هون ذكر انتم عارفين القانون الموجود هنا. امبيرز لو بقول هذا هو عمليا هو نفس القانون اللي احنا اشتغلنا فيه هنا، بس بنحطه هذا ايش بيقول؟ وانا اذا عملت انتجريشن هاي مر عليكم هذا الشكل الدائره المغلقه كلوز انتجريشن، يعني عمالي بعمل انتجريشن على منطقه مسكره، فاجيت
يعني كاني عملت انتجريشن هيك بعدين هيك وهيك 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 وسكر معي. هذا بنسميه كلوزد انتجريشن. عمالي بضرب اتش في دي ال، لاحظوا هذا فيكتور وهذا فيكتور وهذا ايش اللي بينهم؟ دوت برودكت. دوت برودكت مذاكرين دوت برودكت. فعمالي باخذ مسافه صغيره من دي ال بضربها في اتش، فبتكون الزاويه اللي بينهم كوساين الزاويه اللي بينهم اعطيني اتش في دوت دي ال، بعمل انتجريشن هذا رح يعطيني اي. هذا اسمه امبيرز لو، بس بشكله المبسط هو موجود هنا اي توتال رح تصفي عندي هون ان اي، و اتش هاي رح تصير اتش في المسافه كلها هاي اللي موجوده هون، ف اتش رح تساوي ان اي على ال سي. هذا على فكره هو نفسه القانون اللي احنا كنا حاطينه هون اللي هو اتش بتساوي الماجنتوموتيف فورس على ال سي. بس انا عم بشرح لك من وين اجى هذا، اجى اصلا اسمه هو امبيرز امبيرز. ماشي واضح كل واضح. هذه هيك ملخص للماجنتيك سيركتس تقريبا، هيك خلصنا كل فكره الماجنتيك سيركتس اللي شرحناها لحد الان.